نوعي أخير لأنواع المبني كراك أو سوا زابتك مشخصني لا علامات بناء يعني لا سكون يا حركتك كمصري بناءك ملكي سوالي مختلف يا رواد كأمي كده دو بشوي كيك حروف كي أسماء غير متمكنة لا يعرف كحروف مبني لسر سكون لسر فتح لسر كسر ولسر ظن يعهز وبو ترتيبة بياني كتب ولآخري أو بحصوى كلمي أيمن ومخففات أيمن مطرح بك بعضك لعرب كان لو في قصر فاردنا ألين أيمن الله يعني قسم بخوا قسم منا كأيمن لا أصلا جمع يمين أما يدري إصاف ويوضع اسمي كوسويني في أفريق هذا تل بر من كزور استعمال كريت في كان كذو كريانا با من الله بعض تل كريانا با من الله وبعض با من الله لبر أمريكا وقتك بو با ميم يكتنها ساكنيا كذو منجارة لا وقتي دفعت قال إفطار ساكن لبيني من مكولا من الله كسر يعني كذا ويا حركي حركي كسر يعني كذا بالدواء ما كتفيت يعني كله شبهتي في أكله وحرقه جاء بنا لسر أما يتر مو يعني لحروف مين ولا نوع حروف كما بني لسر كسر يعني زم كرين ذكر ناكر أما بنان الرأي أو كسانك ميلا من الله ومولا من الله بحرف حسابك مي أبيت السهم لو حرفاني كما بني لسر كسر كأول دوينان داني جارو دي جار وموش أبيت دوهم لو عني كما بني لسر ظلم كأول دوينان معزوة لو تكاك حرف بي ونظر أو بحثي أم بشل حروف توابو بساية سر بحثي أسماء غير متمكنة يعني أو إسمانيك رسوخيا لمعربونا هي لبرميك تناسبك وتشابهك لبين أوان وبين حروبا بيابون بعضك لخصوصيات حرف يانتيا حياب ودى النتيجة أويك خاصي حرفك بناء حياب وبو أمان لا دواي أويك تناسبيا لغو حرف بياك دوان لويوا خاصي اسمك عرابا محروم بو أمان كربني با حوت بشوى أسماء أفعال زميركان اسم إشاركان موصولات اسم مكاني شرط اسم مكاني استفهام وبعض اكلا ظرف كان جاء معني شرط كان يمك بحثيتها بترتيب اول اوي كمبني لسر سكونة دواي مبني لسر فتح دواي مبني لسر كسر ودواي مبني لسر زمك ترتيب كيشي بيان مانك قاعدة كيشي استا اول نوع يمك اسماء افعال مثالي اوي ومبني لسر سكونة بيانكات يكيك كلمة صح وكيفتر كلمة مه صح يعني بيدن ده ومه يعني مك جاء تفسيري مه بكريته بعربي او اجري انتبه دوابي انفعال يعني خداري بك بعضك اذن مه يعني اكفف يا كفة او يا اشتباس يا عدم دقة لتعبيرا اشتباك يجن بنا لسر اويك كفة يكفو متعددة كفة يعني كسيتري منع كذنكار
عدم دقته بناء السر أو كفية كفو لازم إشهاد به طالما باوجود أمهر دقة التعبير عن يشمك رنة ترف إشتفاق أو زاني أمهر كفية كفو ومتعدية كالليرة أمركي أكين بتفسيري ما لنتيجة تفسيري أكين هو بإن كفيف كدفع أو وهم مثالي اسم الفعل كمبني بين السرفات وآمين لدواي سورة فاتحة أخرية على الوقت إطلاق دعاء أخرية كآمين يعني جواب دروا جوابي حوار دعاء كمان دروا بلا يسر فتح لبرا مسكة لفيشا يكو كسرك وجوديان هز لبرا ناكري لسر سكون بنا بكري كأصل لبنا شوكة قوسات من فيابي لبيني نوميكا لسر كسر زميش سمينا لبر اويكا او يو كسر لبر اويكا بس بنا لسر فتح كري هرواكا اينا وكيفا لبر وجوديك ولبر اويكا بنا كرا لسر فتح جاء آمين بشمار جورة خيرات يك آمين يعني بمد بألف يك لدواي همزك أو رهن معيكيش من أسراب كمك نوسين دروسي أما سك همزة يك نوسك دواي ألف دواي مين يهنو نك أويك ألف يك نوسين مد يك نوسين يواجيش أو مدى علامتي كيشداني إينيكا ألفيكا ونابت الجنشيني همزة وكتون ما ميمو ألفيكا آيج همزة وألفيكا بهمزة يكو ألفيك وببئويك إما علي بكري يعني هروا ساق يجري آمي جاء أما زورتر استعمال كري بلان دورترين لغتا لا أوشوار لغتا لقياس يعني زوابتك واسمان بزبان عربية وقت ملاحظة اوانا يكين اما دورة لوانا اما انك آمين لسروزي فاعل بي چونك لغة عربية اسمك لسروزي فاعل بي وجودينية وكلمات وكابيل وقابيل او اسم عجمي فنقول دورتنا عربي هل لبر اوش بعضك وين كمان كنوك آمينش اسمك الجميع كاتوتنا العربي بلان اشتباهي فكا اما معنى كي جوري فكا اقتزاي اوه كابكا اما بيجين كاسم عربي فقد غاية وصلك خلاف القياس وكابل وقابل علمية يعني صلا اسمي ذاتك اگر سلير علميش بيانية كبيجين دا زباني كتير والكلا وحطوتنا وصلك جاء شعرك بناء السرعة لغة نقل كراوة لمجنون أو مجنون معروفة ككلمة آمين بم ترتيبة يا لك يا رب لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين هل في آمين وإشباع أي خاونكم هر گز خوشویسی او لیمه سینا لیلا و خواره مطابه بنده که بیجه آمی یا حرف ندار ربنا دای مزاف و چون مزاف علایه که یکم حضور با کسر که دلیل لسری در نتیجه منصوبه با کسر با فتح تفریری لا ناحيه تصدق بعد مزارع مؤكد مسكر مخاطب مؤكد بنون تاكيد سخلا يك مفعول مفعول اول من سلم يسكت جدار مفعولها جاء كوزمان اما لا ناحيه او نزل بخدي سيره تولى شنك خوا مخاطبه لراء مجريد دعاء حب مفعول دعاء ممزق لها فأجد هو بوليلا أبدا زرق أبو تسلب يعني بولا تسلب أم واوي
استئنافية يرحمو فعل مزارع منفس مذكر رأي الله فاعلية و أجل في لفظ خبر لمعنى إنشاء الدعاء عبدا مفعول بوي قال جملة ظرفية سلم خلي نصب صفة بو عبدا آمين أيش هو جملة كاتون اسم فاعل زميري أنت اسم الفاعل زميري أنت كتيا مستترة لمحل نصب مفعول قال ومفعول بوي لغة دوهم لآمين آواية آمين يعني الفقه إمالة أكري جوري كتير أكري كلبيني ألف يا كنردو يعني أويوان كردية حوتي غنير بسريو يي كردي آمين وك ذلك الكتاب وأسماء الحروف مثلا حي خي وبعدي أوانك على زوانك فمعنى إخوانه وبعضي كان على بكان جهر وإخوانه وإمانياته لا حمزو كسائك دولة حوض قارية كان القرآن أم إمالي آمين نقرار سيهم أمين لسر وزني بصير قدير جليل وغير أوانسا كفرخلتك أو يارا أو كأم ألفين يا فقط حمزة اسم أولها جاء لمزة من الشعر كشنا كتاوة كشاعر تورب ولكابراء بناو فطحل ألي تباعد مني فطحل إذ سألته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا ألي وقتك داوان كلا فطحل داوش دي لكذا الحمد كاركي بيبوا وقتی که دوام لیکر لیم دون کودو دی آمین بش اخوا بین من زیاده دو خواد یعنی بش اخوا بین من زیاده فاصله بین من زیاده دو خواد تو آمین آمین اکر که شد دوامین در پشو اوتویس تبا عدف علی ریمازه لبابی تفاعل جاء قاعدة أبويا دو مفعول إبوايا دو فاعل إبوايا تباعد مثلا زيد وعمر كليب دو الكوتن وبلا مليرا بمعنى بعودز كيك فاعل يزوى فرق ذلك بعودة أو سكبو هنا مبالغ مني جاء الرقم تعلق بتباعد وفاعل إذ ظرف لما حد يصابه تباعد ظرف لا يجب ليس عبده كفعل وفاعل ومفعول أمين اسم الفعل والتيت يا مستترا خطاب بخوا فزاد الله ما بيننا بعدا او في ناكر في ان عطف به چونك جملك جمله دعاء انشائيه عطف ناكر به سلط جمله قبل احتواله بشون بس ابي ان بيت في جزائي يعني إذا كان كذلك فزاد الله ما بيننا بعدا أو آمين شمل متبم دعاء زاد فعلي ما زيبا في المذكر هاي الله فعليا ما موصول لمحل نصب مفعول به زاد بين ظرف مستقر متعلق ب يكون يا يستقر يا كان يا حتى عليك في اللوك على عام مكان شيء فعل بديرا في القصة لازم الصلاة النبي ويتيام مستريشا استاق الزرفي مستقر أجد وبو ماكو بين ذات الله بعدا تمييز لنسبة زاد ألي ماك زاد اللهم بيننا خوا أويوا وانا بين إما زيائكا لجهة دوريا وزيائكا لدوريا كالوزيائكا أما لغة السهل كزور كان استعمالي أكريت بلا قياسي ترى لجهة أمواك موافقة لزوابط لغة عربية وفصيح ترى لأن زورك
اسم كان هم كلا سبب فاعل مش بقوة. بلن أولك نسمع على كريك بعض كلا علماء كاريك وك يكلا علماء صاحب الكتاب بناء الإكمال حكاية أكاك أري تنها سعلم يجب العلماء أبن عربي أو أم لغة ينقل كذلك أمين دلسة مرتو غيري أو إنكاري وأوتو يانا أجل هاتفية تنها لشعران من زرورته أو لغة في إصلاحها يجب العلماء بناء ابن قرقول لا نخاف يعني ليش يواجهه بيجيتك فقط سعلم أم لغة ينقل كذلك وبقي إنكاري كذلك وجد عكس أو إنكاري كذلك وبقي إنكاري صاحبي تحرير بشكل العلماء هرلا تأييدي قروهي مقابل الزعلبة إرجيك أديك لعلماء وتويانك أمين ب لسروزي فعيل لعربة كانوا نهت يعني الأواني بيستار أعم الشعري جاء في الشعر العربية من صورة ثانية أمين فزاد الله ما بيننا بعدان فأمين زاد الله ما بيننا بعدان أمين صورة ثانية أما سي لغة لغتي تشوارا آمين با تشديد ميمة كعمل حسن مصري وحسين بن فضل جعفر صادق نقل كتابك أمان لدواء سورة فاتحة يا لدواء هدوائك أول خندتك قواية تأليا نفسك ذوك إما لا أم دعاك ابناء ولم أعوالك ابناتها قاصد آهن كنندي تشغاي توين و ديار مهدك توقسك إن أبكات قاصدی بردرگاه و تو بوبلت بردرگاه نومی دیناکه گوایه لسرم اساسه و تلفزیان که که آمین جمعی آم ببیت که اسم فعال لأم یا امو بمعنا قصد یکسدو اما واحدی لکتیوی که بناو بسیط نقل یکان سید فر و صاحبی اکمال ایجه که يك العلماء بنو داودي آمين بتشديد نقل كتبه وتوتي أمين للغتك لا آمين بل ثعلب جوهري أكثرية علماء جوهري كالصحابي الصحابة إنكار ينقلوك آمين بتشديد لغتك بلا آمين وتوتي نعم آمين كواجم أي آم اسم فعلنا أما يقول هذا خلاصة عام هنا متأويك أو هنا داودي وتويتك آمين لغتك لآمين ده من شهر اسم فعلا بلان بخير جنة آمك الرواتك داولة حسن بصري وحسين بن فضل جعفر الصادق كآمين بتشديد تويانا أما بان اعتباره تويانا كجمع آم اسم فعلا أما يأموك وده النتيجة عمليت بناء على سرعة الرأية نابعة علينا الذكر كله من اسم الفعل وحركة فيش حركة بنانية من هوائينا جمع مذكر سالم ديار جمع مذكر سالم لكي مفتوحة وأويش علامة الإعراب كآمين وكأوي دعاء كركان فضين قصد توجهنا إليك يا دعوناك آمين يعني قاصدين بابك كأو آمين البيت فأحال لا مثلا دعوناك آمين جاء القرآن شهد آية دوي سورة مائدة أم عبارتها يعني آمين كجمع آم اسم فاعل أفرمي ولا آمين البيت الحرام كآيتك من سورة الشعراء أفرمي يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد
إلى ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا أي أواني الكريمان تعالى أوشتاني ونشاني بندقي وطاعتي خالصاني إخوان شعائر أيوه هتكيانك يعني موزعك وانا برابر ونقرنك نشان عدم قبالك بحرمتي للسبب وهروا هتك حرمتي ماني حرام لك ماني حرام أكريت ألكيبو أهد بيتك مقصود يكيف لو ما حرام عن سوى ليلة أكيبت أبيري إنسان لو في ذكر الشعائر وهي قرائلة كزي الحجر اسماني حجر أكريت جنس بي يعني هر معنيك لما كان حرام كجوارا ذي القعدة وذي الحجر ومحرم ورجل وهروا هدكي حرمتي هدي لك هدي يعني أو حيواناني وبسبتي إن أبرين سوقات أبرين بو كعبة ولبس رب الرين هم صاحبك إلي عن أخواته بشي خلقي عن دعدا وللقلائد قلائد جمعي قيل عدس عن القردان بان شتيك أكريتا من جاء ليرا مقصود يعني الزوات القلائد يعني أو بركاي بدلنا وحديك عنا أو عن يعني قلائد يعني ولا قردنا آخر أوساء الرسل من جورب وكاوتيك حيوان يعني بدو أبو كعبة حاجي ومعتمر اشتك يان كروت من يوك تشك كلاش يا هشتك تنبو ما خلق زار اما اما هدي او تعرض يبون كان غير يا جاءت امانيا مهم ترى او اي واقع لا ده تتبني لما او بتعيب تذكر من هتك حرمتي ابي شك تعرض يبون كان وهروا تعرض نكن حرمت نكن اواري وقاصد بيت الحرام ك لحالك أتشن بو بيت الحرام و اللشوين فضل و زيارة رحمة و نعمة لك أولك لخويا و لشوين رزوان لخوشبونك لو أكره يعني هدف يعني أولك فضل يعني لك أولك يعني لسكويت و رزوان يعني لأو لسكويت شون أعمى نيت يعني بس يو تعرض يعني بولك جامع بل لويك جزيرة العرب كاملا خالص بيت بو اسلام بمشتكيت يعني ميني وصر اوان شاء صادق وطنق اوان در نيتي خويانا بو ابتغاء فضل بو ابتغاء رضوانا شون و لو لحاظه دروس نبو بين يعني تعرض لن بيرو يعني اجازة مدرقون اوان شاء حجي خويانا كن تا وقت اكا ان بو سورة توبة نازل بو و نهي كرالا وك إجازة مدريد المشتك هزي جلاس بالحرام أو نوا كمركزي إنا نظامي فرمان رواي خالص الزوياني جاء دواي أويتر ما وتوبو هر كسيك واتا خيامت أشيبو حج جاء كسي در حقيقي تعرضي بك لم سلمان نعرابي أنبشا لآيك وان ترتيبيك يا أيها الذين آمنوا روشنا لا تحلوا لنا عليا فعلي مزارع وجمع مزكري مخاطب وكفاء عليا شعائر مفعولة بإنزاف لا الله أقوام عاطفة لا أو صلاة يجن زائدة بلان بو معنى يكيش نقشي كينيا بلك تقشي الأساسي شيئا كأقد لله كنبوايا آواء أبوك شعائر وشحي حرام وهدي وقلائد وآمين قاصدين بيت الحرام بيت حرام تعرض لديك يكا يكا في شغل بايانو لو يجرى وبناء السلام أما وقت يقلاك تكرارك تو أخبين نأم نأو 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 إيش كلمين تعرض لديك شهر أكثر الشعائر الحرام صفة بوي حرام بمعنى محرمة يعني معنك و إنكراوة منع كراوة لميك بعض اشتكي كيان جام بدريت بعض عاطفة لا هروك أولاك الهدي عاطفة لسا الشعائر وهروا ولا القلائد وهروا ولا آمين جاء آمين كجمعي آم اسم فاعلة
متعدية هم كيا مستدركة فاعلك والبيت مفعول والحرام صفته بيت يبتغون جمليك كلا محل نصب حاضن فاعل مستتر لأعمينا يبتغون فعل معزيز مزارع وجمع مزكري غير وفعل فضل مفعول من ربهم المتعلق بكائن وصفة فضلا رب مزاف لا يهم وابي عاطفات رضوان كسر فضل اما هرچوار لغتكي آمي كروشن بوا واخير يعني بجوار سب قول زعيف للغاتي آمين يو كلمة مستقلة مثالي اسم الفعل ومبني لسر كسر بي وك إيه يعني دي كسي أقصاك يعني فقصك قطعك أو يترجى دي يعني إدامي العرب يجي إيه أجد تفسيري بعربي بكينا وآواء امد في حديثك إذا ما يبقى سكر ونرى بيجين حدث شمك حدث متعدية وإيه متعدين يفرواك لك معها مصر شعرك نخل كراوك لما إيه جربك براوك ظاهرا وديارا بمتعدي حسيك لا وشنك مقبولك بشوني عاد يستأم الجواب ذاته وكان شعر عربي شنك أما يشك دا علماء بنو ابن أثير ويسك متأخر لشعركي للسليقي عربي نشأتين بالخدمة للشعركي حجتي شعرك أميك إيهن أحاديث نعمان وساكي إن الحديث عن الأحباب أسمار يعني دي دنگ باسكاني دولي نعمان بيجا نعمان دولي كلا سر لغي طائفة كبروهين أشيس عرفات دي بيجا لدنگ باسكاني نعمان أويوا ساكني نعمان چونك قصة كردن لباري دوستان وقصي الشوان يعني قصي تحقي يصنع إنسان شويته بزرين الشو بيداري بيبقى دي أوصل لي روان لدوي إيهن أحاديث بمنصوب هاتوك ظاهرا دواك شاعر إيهن بمتعدي استعمال كربيت وأحاديث كربيت مفعول بوي وقاما وجبت إيهن بمعنى حدث حدث أحاديث نعم دي أجر أوهابت كأما خلاف استعمالات عربي إيها إتر أمشعر غير عربي وإيش شيء جديد في إثباتنا كتير وبجتني بلان من وازانم أما إشكالي ثانية أو بتلك أحاديث إن بيت بكريتا مفعولي إيه بلكي ليرا أبث عليك مقدر بكري وإتر إنك هيج اعتراضك واردنا فعليك إيه تلاتك على السر عن سورتك إيهن حدث أحاديث نعمة ممتثي بيت إيه لازمة وأحاديثيش فعليه بو فيابت كعملي تياك إيه اسمك فعلا بو مخاطب وأنتيت يا مستدرة أحاديث بو ترتيب الكرام ومتم أبيت مفعول بو حدث وذلك لأي نعمان نعمان شنك غير منصرفة حاوتي جري بفتحة وعيات فعطي ساكن ثالثة النعمان وساكن مزاق لأي أو هيك أشي تروبو نعمان جملة بعدي أنني وشعبي بعدي جملة استئنافية وكما كسي يجبوشي إدامي بم سدباري نعمان وساكني نعمان وأهلي نعمان وأهلي شنك أوي تعليل يأتاد إن حرفهم شبهات حديثة اسمية عن الأحباب متعلقة فيه وأسمار كجمع السمرة بمعنى سيشو سيواشو يقراء بيره خبر بو إن أما ردي أو إنش أويوا
ظاهرا أو جانب كئيه متعدد ودا نتيجة إثباتي أو أي كئيه بمعنى إمضي في حديثك أو لازم جاء لبين علماء اختلاف لماك إيه أبي هميشه تنويني فيوبيت يا أقريبه تنويني جستعمارك أخر نصه مها دو جور استعماره كلوه درمان نبو بيجنك صح مه كمبني أخرين لسر سكون كأيتر صح يعني بيدنبا لأن هذا الآن كذلك إخصار هي بيدنبا مه يعني هذا الآن مك والله ما أقرب يجي الصح مه يعني با بيدنيك بيد غوبا يا با وداريك بيد غوبا إذا تتعيناك بإستبيل وقتك تربي نكراء بالنوقت أميش هروا بدو جور بعضك لا علماء لين دو جور استعمالك ري أما أصمعي أليتك فقط بتنوين واستعمالك ري جاء مخالفيني أو تيانا أوها ذي الرمك هيك كذا الشعران فصيح العرب إيه استعمالك دو ببيت تنوين در نتيجة دروسة ببيت تنوين استعمالك ري بلان أصمعي لي قلنا تآخر ما استفهامية لمحل رفع مبتداز يعني أي شيء بعد خبر مزافر أي تكريم أو إيش مزافر أي ديار البلاء فعيش في جمع برقعة صفة بو ديار برقعة يعني جي كخالي بيت كستيانا جمع ما بعد تكريم الديار البلاء فحر وارك وثمان يعني وزعي چونه وقامي يعني چه اینه که هست چه ارزشی که هست که انسان لطک مالانه که و خالی مکسیان یعنی قسک اوه که لنی و شعر دو همه اینه که ردی ظاهرن اوه که توکه لنی و شعر اولا لنی و شعر اولا لسرخوي أجي وقت أغيتك هنا هوالي محفوظ هوشي نامينيت كم مال قصيدتك أنا أكريد دعوية ديكا كالباري ومسالمة وقصيد وكا دعاية توسر حالي خوي وإجي آي اشتباع كتك مالي حالي أشوف ساكري أرواك لجيغاني تيجا هسوك أولو شارك إجي أنا منزلي سلمى سلام عليكم سلامك الله كون هوارة ثاني سلمو ام جاء سؤالك هل الازمن اللاتي مضينا رواجع او زمانانا كبزريان اقين اقرين الواء دعي بيدا فاتو جيتو سرخاري قويك تشيع شون اتوان اقصد قالتك ام مالانا الله وهل يرجع التسليم او يكشف العمى ثلاث الاتافي والديار البلافع دعي اجين مقر اتمنى جوابي سلام باتوا يا كويري هردي كويري نابا يعني شتي مبهم روشن كاتوا سيدان بردي ارغاو مالاني چولو خالي لساكني يعني اشتباه كيتو الموت خطاب قرادا مثالي اسم الفعلي كيشكا مبني بير سرزم وك اويك لج جملة كلا آية بسوسية لسوري يوسفا هاتوك لازبان جنك عزيزي مستوى أقررته كاوتي هيتو لك كهيتو اسم الفعل جاء اختلاف هي بمعنى تهيأت اتل لك ديارك معنى يعني أوقم أعمالك البود وبعض يجبنا خير حيتو يعني بين او اختا جائد لك يعني جي بي بوتو يعني بي وآمبان كردنا خاصي توس كسي تب دعوتنا عطان غيري او شرسد او وجهك جا اوصل لروا حيتو كاسم الفعل وانتيت يا مستطرة لك متعلقة فيه وفهر كام رو دمانيه به او مبني بوال السرزام البتا ام كلمة با شوار جور
حوت قاری کان خود خودیان تو. یکی هیتا، یکی هیتی، یکی هیتو که هر اسم فعلی جا به خصی جورا که خون را وقت. هیتا دیار چون که فتح خفی. هیتی اینال سلامک دودان ساتم رویان داو آخر فن اصلا مسکه اسم دست سکون بنا بکری و سکونی تیکا و سکونی یکا همجاره رفعی دکال ساکنین اصلا مسکه با این بید و کسر بید و بنا لسر زمیج لسر اساسی تشبیهی بحیث باو که هر وقت او امیج پس باوق او مبنی سر زمی حیثو حیثو با جوری کتیش خوین راوتا و که ایتر او اسم الفعلیه فعلی مازیه هیتو لها ایهی او وک جا ایجی او یا ها ایها او وک شا ایشا او یعنی یا فعل یفعلو یا فعل یفعلو که ها یعنی آماده بو هر اوی وا تهیئو هیئت و اوانی لی دروس افرید که ها یعنی هيئتي استعداد و آمادگي كنت خوي بو كاري هيئتو لك يعني او آماده بوم بوت ترجنك عليبا حضرت يوسف پس بمشن جورا خوين بيت هيئتو لك هيئت لك هيئتي لك هيئتو لك بشتيان دروسة خوين بينا وعلى قراءة السبعة دوای اسماء و افعال اچین سر زمیره کان که اویش لسکون و دست فی اکین مثالی زمیره و عبدی به دست سکون و کیه مفردی مؤنس مخاطبه کومی الفی تسنیه کوما واوی جمع مذکر کومو مثالی زمیره که ببینی دست فتح ده و کتی مخاطب لامازی آخونتا مثالی مبینی دست کسر قمتي بو مؤنس مثالي مبني لسر زم قمتو تيكا بو متكلم محدبو دواي اواجي لسر اسم اشعارة كان لسكون ودس بيكين مثالي مبني لسر سكون وكذا يعني اما بو مذكر زي اما بو مؤنس مثالي مبني لسر فتح وكسما يعني اوي انجا اشعار بو مكاني دور وكلا جمليك لا عايش مشوار ناس بشوارا كافرمي وازلفنا امن اخرين ازلفنا لا كلمه زلفاس بمعنى منزلته نزلكي ازلف فلانا يا كذا يعني منزلته نزيكي بيدا مثلا أزلفت الجنة للمتقين تنهاب عليها قربت لي نزيك كراوة يعني بنزيك كردنوي للمتقين منزلتي بيدا الافتخار بيدا ببهشت نزيك كراوة للمتقين جاء بنا نسر أول ليريشا أسلفنا الآخرين يعني بنزيك كردنوان لوي منزلة من هيدا بشيك من هيدا ك لباري غرقي فرعون وآل فرعون وآفر لشان عيب لو في شوا بياني أواتا ك حضرتي موسى لقل أتباعي عليه الصلاة والسلام شون الدر وفرعون دار دسيب الشيان يعنى هاتو أمجار أفرمي فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر وحيمان كذب وموسى كبا عصا كذب شيوي دسكت بلا درياكا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم جاء لتبو درياك بچندتوا كهر بشيكي وكيوهي قوري قوربو وبيوتن قوري قوري طود خياني كيوهي قوري عظيمي شي هست
وأزلفنا ثم الآخرين وأواني تر يعني فرعون وآل فرعون دارو بسي فرعون نزيك من كردن وو نزيك كردن وو منزلتي من بيدانا استهزاء كمنزلتي أنا وابو وقربتاري أو عذابي نزيك من كردن وو عالوي يعني أو كناري درياك دعي وأنجينا موسى ومن معه أجمعين موسى وعني كنت بريابك بشتين من بزقار كل ثم أغرقنا الآخرين أمجا أوان ترمان خنكان وأزلفنا ويعطف عفيا من ملاكات ورسلت لي كشكرائي بل ما يأزلفنا فعلي ما زيبو تكرم مع الغير نابع ليبو تعظيم ناب الفاربرا وسمى ظرف لمحل نصب أبو أزلفنا الآخرين مفعول أبو أزلفنا آخرين جمع آخر جمع ذكر سالما قاضي نصبي بيه يوصل إلى ثم مبني لسر فتح مثالي مبني لسر كسر لا أسماء الإشارة هؤلاء أمانة إيمان ومثالي مبني لسر ظلم جهر هؤلاء ظلام بناء لسر حكاية قطرك هيك لا علماء اللغة العربية كلا بعض العربة نقلك أريان لك هؤلاء فسدر هؤلاء بجوجر أهل بيتهم هم بقصوا هم بزم أو بتر زم فيه راك وثمانه فقد بعض العرب كانوا زوركا مثالي إساءتي نسر موصولات أرجع مثالي مبني نسر سكون لموصولات الذي التي من ما مثالي مبني نسر فتح الذين مبني نسر كسر الأولاء أو بتر أو هؤلاء شهر أولئي اسم شارقي أو ها حرف تنبيه أولئي بلان لتقع عمل أولئك موصولة فقية وصل أو أولئي ببئة أم الأولئي كأمل لغتك لكلمي الأولاء بألف محصورة آخر هرواك الذي لم يحفظ جمع مذكر الأولئي شبان هزبو جمعي مذكر جاء لغتك شبه مدها توقع عمل ركيز مبنية سكس وك شاعر أبى الله الشم الأولى كأنهم سيوف أجاد القيم يوما سقالها الشم جمع أشم يعني كسك لوتي برزبي و لا سري لوتي و برامدي يكبيتك هر كسك أوابيت عربة كان قائل بالسروري قوريه هنبوي يعني بإنسان محترم سروري أزانا ده نتيجة أشهم يعني السرور لا يعرب كان كجمع في الشم أبى الله للشم يعني إخوة خداري كر لإرتباط لك الأوانا يعني خداري كدميك أوان تجي زلته وزعيتي نامته بينه يعني باراسمي لميك أويوانا خوشة كرتاليان كافيوا الشم الأولئك أنهم سيوفا أو سرورانين كوكأمي شمشيرانك كآهنقر روجيك لروجان وخريج دروس كرنيان كرنيان دون باش دروسي كردون باش صافي كردون سيوف جمع سيفة أجادة هنا باب إفعال كمصدر إيجادية وصفة مشبهة لمجرد دروس جيد يعني باش إيجاد يعني باش كار كردن قين آسنجر سقال مصدر لصقل بمعنى صاف كردن كدران خوش كردن صاف كردن بيكو أبا فعلي معزي الله فعلي للشم تعلق فيه والأولى هل جرى صفة بو الشم جملة كأنهم سيوف تآخر سلس بوي كأن حرف مشبهة على اسم هما كذا محل نصب على اسم سيوف خبرية
جمله اجاد القین تاخر لمحضر رفع صفت بوسیو بجادت معنی معصیه القین فاعلیه یو مخزر قویس قال مفعولی و مذاب لائی حاکر اشید و بوسیو مثالی اسم موصول كمبنية لسرزان وك ذات بمعنى التي كاللغة بعضك لطايفة طيئة يعني أو طايفة واحدة من طائلة وانه تلفزك أقل ذات لا يسعي على مكان بمعنى دارة صاحب بكاربري كمؤنث يزوى لأسماء ستة مثلا رجل ذو مال امرأة ذات جمال أما أم ذات إيرا اسم موصولة معنى التي كأو تايفة بكاريبة وكفراء أقرين توك جاريك لقوا كان يعني لمسجوت الجامعة أم عبارتيوت دعوائك لفوق ترعادة قوا كان لبرخاطري وهاو أما لبرخاطري فلان وفلان شيخ في ابن ودي بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله به يعني أقسم عليكم بالفضل قسمت أنا ذن ذو فضل كالذي فضلكم الله به أو فضل أو زيان نعمة وأخوة داوية بأيه وبوسيله أواه برتری اوی داوی نشتی اضافه پیدا و قسم تاندن با کرامتی و ریز و ارزشی که التي اکرمكم الله بها که خواب و سلی اوی ریزی لی اوی ناوی اقدامی بکن بالفضل متعلق با فعل مقدر و اقسم ذو صفته با فضل لا محل جره قراری بکن موصولا معنا الذي فضلت عن معزیه كما كان محل نصب مفعولية الله فاعلية به متعلقة بالفضل وهي كأشياء وبوذو كبهية جاء وجرم وكشعر بكاري فتوى يتر وقت كروا لسرهي كأرواك وقت كروا لسرهي بهي أكرمكم الله به ويعطى في الكرامة قال سرع الفضل ذات صفته إلى محل جرى أكرمكم الله به به صلصه أكرمت علي عزيكم مفعولي الله فاعلي به أصلك بها كمتعلقة بأكرمه جاء شنك أليان به وقرك بأنها وقافي أو به هنصاوى إني كده كسري بيكي نابرده ام جار فتحی هی که داو ببیکو در نتیجه اتقال ساکن و لبین هی و انها الحق نحن و ببه اما او تی اسماع اشارو موصولات لوانو مبنی نسر مبنی و انواع مبنی کانی چیز جا استا چندانه یک لأسماع اشارو لموصولات استثناء كاكا اوان مبنيين ومعرف لا اسماء اشاره زيني وتيني كحرف رفع زاني وتاني استثناء كا ولموصولاتش اللذيني واللتيني كحرف رفع اللذان واللتان استثناء كاجو امان وك مثنى ترتيب قرار قرن يعني وقت المصنع معرب وقاعد رفع بألف ونصف جر بيها ما عادش بوصلة هروا مثلا أبي أجري جاء الزيدان يا جاء الرجلان رأيت الزيدين مررت بالزيدين رأيت الرجلين مررت بالرجلين أبي أشهر بوصلة جاء زاني يا تاني يا اللذان يا اللتان رأيت زين تين اللذين اللتين مرت بزين تين اللتين اللذين اللتين جاء لا مردي أم شوار كلماتي كالمسنى وكمسنى كإشارة بمصر أمان مسنى حقيقيني أيش لبرا مسكة لا اسم معرفة كان تنها أوانيان أتوانين حقيقة تسنيان
کین ک دروس بینه کریان کینو جا نکره کردنی اسم معرفه ایج بم ترتیبه ابی که مثلا وصفک بارز لا او شخصا داري او ناوس داري او اسم معرفه سن لنظر اكيده ام جاره اسمك او كريته عباره لو وصف لنظر شخصك وام جاره وقت اسمك بكار ابري وكاميت منظوما او صفه صادق صفتك اكيده بالاقدام الكتابيه تقدم صوره عموميه خيارك وقت مثلا فرعون لا اميك مراد في ذاتي او فرد بيت لو لا ادري أكريت عبارة إلا أركسي كأهلي بطوانة مقتل أن جاري تدرس بوجدين فراعنة يعني توابي أواني وأهلي بطوانة يعني مثلا لكل فرعون موسى يعني بو هر كسي كداري أو خصوص جاتا بيتوا أو هوي كسي كتر تجاري كداري أو خصوص جاتا بيتوا موسى عليه الصلاة والسلام يعني لكل مقتل محب أعظم صورتها أتوانين اسمي معرفة نكرب كنا ويا بس بتذكر هدفنا ل بك وقتك بكاري بين اسم معرفة كهدفنا أوبد كهر شخصك وأوها ناوي أبريد أم اسمه هو بناوي أو في ذو عمومية بياك أو تقصى إنك أي لدواء يصير وقت اسمي نكرب معاملة تتكابكري مثلا أبيجري زيدون يعني أواني وأنا يعني زيدا بتنف يعني يك نفر طيب جاء أو اسماني وابن ترتيبة أكريد نكرة بكرينو يعني أكري حالتي كان بقيابت كدروس بإنسان بسهولة اسمك نكرة وشيوعي هزلنا ومصادقة بكاري ببات لو وقتا فهنا رجعتم وقتك دروس في فكرين بنكرة أم جاءت دروسة وقت شون هر نكرة يكتر تسمية بكرة أما مش تسمية بكرة وقت مثلا الزيدان العمر وهر لبر أميش كنكرة كراونة وإساء ألف لام أبين السريان وإلا أقل معرفة وأن دروسة بو ألف ألف جد السريان الزيد العمر فكرة أقل زيد معرفة وتر أليانك عمر معرفة أليانك جاي أم شرطة هي أبوامك إن بيت اسمك ببيت مثنى يعني أميك دروس ببكرة تنكرة تابتوانين إن بك تسمي بك جاي أم اللذاو تاو الذي والتي يعني أوان قبولي تنكير ناقا شنك وقتي بإن اسم عالمي وق زيد يا عمر نكرة كينوا لبر أما أتواني نكرة كينوا ك أو تعريف وأم هيك لبر أما بوك وقتك واسم كمان دانا وبو شخصة كمان نزلا قطوة وتو معنا أم لفزبو أو زيد بو أو شخصة يعني فقط بريارك كإيماء إليه وخصوصيتك لقال الزكام يكي أقضي تعريفك لأن تجد واجهة وعين بريارة تربينه لا تعريفي معي أما اسم إشارة وموصوب تعريفك يعني شتيكي ترغير بريارة إيماء واتيا أوش أوسك اسم إشارة لبر أما تعريفي كسبك إشارة أتاب ومشار إليه دائما دام او كلمه تلفظ به بريد اشاره اي واتيا دائما تجه هميشه معرفه ونكره ناكر اسم موصول ايش تعريفك با اوس جمله كسلس اتو بشونيا بوا كسكتو و ما دام اسم موصول لتركيب او تعريف به سلي بوا بشونيا در نتيجه هميشه تعريفك هس وانا توان نكره دي وقت ابن من جواني نكره يعني اتر اين ناكر ناتوانين تسميش يانكي شنك وقت يديما تسميكي مقصودة وانسيانة دو فرد دا او افرادا كأكون بر عبارتك عمر دي انا كاري معرفانيا وقت يديما زيد لكي رأيكين وجمعيكين يا تسميكين
مقصود ناسه یعنی فردیگ لو تو یا لو چند فردی و کلمه زید یعنی بو بکاره بره یعنی کلمه زید بو با اینک با اسم جنس یک بویان خیلی میرم مقصود من شخص معلم یه مقصود من هر شخص یک ناوی بره زید هست نظر با آمد روز تسمیه بکره توکه تسمیه نشانه تعدد در مصادیق یک جنس اما وقتی معرفه به این دروس نیه بکنه دروس نیه تسمیه بکنه وکه هر اسم یکی مفردی معرفه اشاره به ذاتی به مشخص معلن اکار که بو اما گرک معنی ذاتی در غیری او بیهی اده اسم که جاره تر به جیب او بکر به نه تسمیه بکنه در نتیجه تسمیه نا کرید و اول نشانه او سکر معنی اسم مسننه وک مسنن وک لفظی هما انتما که دلازم سر دو اکن و اصلا هشان هو و انتز اما لبر اوی که نکره ناکرین و تسمی ناکرین نه افیان ناشی مسنن اسم بودوان اسم تسمیه جا هر لبر امیش که ام اسم اشاره و موصول و زمیروش تا نکره ناکرین و لبر اوسه کل وقتی که و این اکین ایجین زینی اکین یا بین عرف بین سید نا فهم بین از زینی اکین اما بحثی موصولاتی کرد و وطی بیش که زینی و تینی و زینی و تینی بقیه گشت مبنی جا استا سؤال یکی رکی آبی اویش اوسط که خو ای یکی اکد این اکن إلا اسم موصولك ومعربيش يبقى استثنائك أبوايا بيوتايا بيجب الزيني وتيني وأنت زيني وأنت تحيو أيون كأو معربا مقر لوقتك كصدكي جملي اسميك بيت كصدركي محصول بيت كالوفاة دبارة بيجب المبني وكسائل بيش استثنائك أبيش خوي جواب داته ويجب لبراوة استثنائك شو كالو بيش بحثك لباره وكرا ويجراك لفلان وقتا أي مبنية لسر زم وهر لغير روشن بوك لغيري أو وقتا معربة لنتجة استثناء في الزنجا ونيازه بكتب تاريك أجينا سر أسماء استفهام الشرط كمثالي مبني لسر سكون لوانا من ما جاء وقتك استفهام بن من يعني كي ما يعني چی وقت یک کاهن بن اسم شرط بن من يعني هر چی هر کس ما يعني هر چی مثالی مبنی لسر فتح اینا ایانه اینا وقت یک بو استفهام يعني لکوه ایانه يعني کی البته بعضی کش به معنی لکوه بکار یعنی بروه بو اسم مکان كفر كما و وقتك بو شرط بن هر كوي جاء ايانه مشهوره فقط بصورت اسم استفهام بتعرف معناه كي وشتي مهمه مثلا ايان يوم الدين لو تلقى السؤال اشتيك مهم بكري فلان بعض الكيش مكتب بصورت اسم الشرط بكاري عن بلوك ايتر معناه هر کی ادا جا رنگ لدوائی لجیت آبت خویا بحثی بکر بلان لأسمای استفهام و شرطا نیا کما بلیوی لسر کسبو لسر زم دبر اوار ایچک نمجرالی استا لیرا اینک سؤالک مطرحا بی اویش اوسطا توتو لأسمای این اسمای استفهام و شرط نیتی انا که مبنی لسر زنبه بخو حیث ما اسم شرط وقت مثلا حیث ما تقوم اقوم لهر توی تفصیل نیشه دیوست مبنی لسر زنبه شرط ترگو اجی اسم شرط ما نیتی مبنی لسر زنبه اما جاولات و اجی اویا مبنی لسر زنبه حیث و بطنیا اغیر با اسم شرط حیث ما بیکن در حیث ما بیکن مبنی لسر سکونه قرار بکنه کلمه بجن ما الفکر آخری
وإلا أو في حيث نوارنا ورازا حركتي بنائش حركتي أخيرا حركتي نوارا در نتيجة لبرا من ذكر معنى كثير حيث إذا كان هذا أسمع شكري استفهمنا ذات في مكانك حيث ما يجبه يكوئك النبي سرزمنا هروا كأيو لنا وأسماء موصولة مستثناب ومعرب أجل شيء استثنائك النبر أو إكاد أو كإزان رابو هر أيو وقتك اسم الشرط يا اسم استفهام شبير بخلاف سائر اسماء شرط استفهام معربة نبر أو استثنائك دو وتيك بيجك أيو كالهر شيء حالت يا هسيتر معربة وك أيوي موصولاً يا كبيرجين لا بعض وقتك دبارة أبيت وضعنا مبني نسالي أيوي استفهامي لحالات مختلفة يعني كلا محل رفع كلا نصف كلا جرع قرار وقريت عام كان آية جمليك لآيي سيوهشتي سورة النمل كحزرة سليمان عليه الصلاة والسلام خطاب أوانيك الدور بريابون أفرمين أيكم يأتي بعرشها؟ آيك قشتي بم سورتك قال يا أيها الملأ أيكم يأتي بعرشها قبل أن يأتوا مسلمين؟ وتي يعني سليمان عليه الصلاة والسلام أي ملأ ملأ يعني كسانك وب آثاریان با اعمال و کرداریان جویان پر کدوه دخوایم یعنی وحایان کدوه که هزا جویک و اوان تیایا حاکمونی ده صلاح دارن پر بوله یای اوانو آثاری اوانو ذکری اوان ده جهاتی مختلفه جائتر اکریت که با صورتی مطلوب آم گیشتن بم حده یعنی آثاری باشیان دانا بید و ناویان بباش ببرید و نو خلکا که او فیتر موردی مزمت قرار ناگرن وک آلی را جمعی که مؤمنین که دانا فرمیم ملک و اشکریت که بنا حق وایان کرده که خلقی ان حذف کرده بید و خویان بنا حق چسبان بید و فضایان پر کرده لناوی خویان و لیادی خویان